اغسلوا اسنانكم وغيروا خلقاتكم عبال ما اكون حضرت لكم الفطور والهنج بوكس. اسمه النانج بوكس يا بوي. ما تديقش عاد، اسمه الربراب بوكس. يلا انجز. جبت لنا الجبنه المثلثات؟ جبتها. انا كنت عاوزها مربعات. ما كلها جبنه، مثلث شويه وربع شويه. بس انا عايزها مربعات. حاجي بوحده وربعها لك. اخلص. رايح فين يا كبير؟ هو دخول الحمام زي خروج ولا ايه؟ تقصد ايه يا؟ لعبة كل يوم. يعني يا اشرف، هويت المطبخ، اغسل المواعين، لازم يمشي حرفيا يعني على الكلام. الفطور يا بوي. واه انت مشتوك واخر. انا ما خدتش حاجه. يبقى اخوك جوني طفص. معلش معلش، حسابي مع بعدين. خد يا قلب وعيون ابوك. اها اها يلا. نعمل كوباية شاي. الفطور يا بوي. اهدي، طلعت منين يا هاي؟ فين الفطور يا بوي؟ اهدي، انتوا كم واحد؟ انا سايبكم تنين. بعد الفطور ايه يا هاي؟ انت مش لسه واخده؟ انا ما خدتش حاجه. كيف انا؟ انت هاد اربع مرات تاخد فاتوره اخوك؟ ماني كنت جعان يا بوي. برضك مش مبرر. جوع الكلب اللي كلت عيالها. حبيبي لساتك بتكح. هو ايه الدواء ما جابش نتيجه؟ الدواء كحتي. انا ما خدتش حاجه. انت برضك انت هتطفز حتى في الدواء هاد؟ اصل طعمه لذيذ يا بوي، ده بالبلو بيري. لا مؤاخذة، تعرف انا هزود لك مصروفك وهو لا. هديك مصروفك ومصروفه. مصروف؟ هو يعني ايه مصروف يا بوي؟ قلب ابوك. قلب انت هاد قرعة اهلك ايه يا هاد؟ قرعة ابوك ايه؟ 6 سنين بتسرق اخوك؟ 7 يا بوي. يا استنى انت يا عم الغلبان، استنى. 6 سنين؟ انت معاك ثروه يا هات، اكيد معاك ملايين دلوقتي. انت معاك ثروه تجيب فدانين بابا هيمهم. لا انا بفكر في العقارات احسن يا بوي، فلوسها في الطاله ما بتخسر شيء. احمدك يا رب، احمدك واشكر فضلك، رزقنا بقلم ماسك صغير في البيت.